نهى عاصم مستشار وزير الصحة لشؤون الأبحاث. دكتورة نهى، لازم أبدأ بسؤالك عن ارتفاع حالات الوفيات. هل الموجة دي موجة شرسة؟ يعني الأعداد لا تبدو كبيرة، ولكن لقينا قفزة وصلت ل 98% من أسبوع لأسبوع في الوفيات. إيه السبب؟ طيب، مساء الخير على حضرتك وعلى حضراتكم جميعا. اسمحي لي، النقطة دي مهم نوضح موضوع الوفيات. طبعا هو بيتحسب كأرقام طبعا، لكن كمان كنسب على يعني توقعنا للحياة. عايزة أوضح كمان موضوع الوفيات دايما مردوده يعني كريفليكشن أو كانعكاس لزيادة الحالات ما بيبقاش يوم بيوم. احنا بنتكلم إن في متوسط وقت ما بين إن الحالة يعني يحصل تشخيص وما بين ان يحصل لا قدر الله وفاه. المتوسط ده بنقول 15 يوم بلس ماينس 3 ايام. وبالتالي فاحنا متوقعين، يعني احنا بنقول مثلا الحالات بدات تزيد من اول سبتمبر، توقعنا لزياده او ريفليكشن لزياده في الوفيات بيبدا بعدها باسبوعين. حتى لو نلاحظ الكيرفات عامه في موجه اولى ثانيه او ثالثه في اي دوله في العالم، هنلاقي دايما كيرف الوفيات بيبقى متاخر شويه عن كيرف الحالات سواء صعودا او هبوطا على فكره. فعايزة أقول إن ده مش مفاجأة زيادة الحالات. لو بنتكلم على شراسة، الحقيقة إلا الآن لم يثبت إن الفارينت الموجودة في مصر ليها يعني شراسة أو تصرف مختلف عن اللي إحنا متوقعينه بالنسبة للحالات حتى في المستشفيات. لكن خلينا أقول على الجانب الآخر بقى، إحنا دلوقتي بقى لدينا في يعني تول أو في أداة نقدر نستخدمها بجانب إجراءاتنا الوقائية العامة، إن إحنا نقلل من الوفيات وهي التطعيم. بالظبط، احنا عندنا في مصر يعني لو قلنا في المتوسط او يعني كده في المجمل تقريبا من ال 100 مليون في 20 مليون فئات عرضه اكثر للمشاكل الصحيه لا قدر الله للوفاه من كورونا. احنا الحمد لله مجتمع شباب، لكن في نسب يعني انا بتكلم طبعا نسبيا بالنسبه للدول الاخرى، يعني العالم السكاني بتاعنا معظمنا شباب، لكن في نسبه من الفئات اللي عرضه اكثر لمشاكل من سواء سن متقدم او امراض مزمنه. دول تقريبا نقول 20 مليون، عشان كده نأمل إن احنا نغطي الفئات دي في أقرب وقت ممكن. طيب، كلهم يقبلوا على التطعيم في أقرب وقت عشان فعلا انعكاس الوفيات يقل زي ما احنا متوقعين. طب دكتوره نهى، البحث حول موضوع تطعيم الاطفال، وهنا بنتكلم يعني العالم ابتدى يتكلم من 5 ل 11، احنا هل بنفكر من مثلا 12 ل 18 اللي هو اقل من 18 سنه؟ هل احنا بنبحث هذا الموضوع؟ كنا سمعنا عدد من التصريحات حول ذلك، هل احنا مستمرين هنطعم الاطفال؟ الحقيقه النزول في الفئه العمريه بالتدريج، الحقيقه هيتم بالتدريج زي ما بيتم في الابحاث على فكره. يعني في الابحاث تقريبا كل دلوقتي اللقاحات اللي مطروحه او خدت ايمرجنسي اوثرايزيشن بدات تعمل ابحاث على فئات بنتكلم من 12 ل 18، وبعد كده بداوا يدخلوا على المرحله الاصغر، يمكن وصل لثلاث سنين في فايزر، ويمكن حتى ساينوفاك كمان مسجل على الدوريات او clinicaltrial.gov اللي هي المواقع الدوريه اللي بنسجل فيها ابحاثنا، مسجل لغايه سن 6 شهور في السن الصغير. يعني دي معلومه مهمه دكتوره، ساينوفاك سجل ابحاث تتعلق بتطعيم الاطفال. بالظبط كده، ابحاث. احنا لسه في طول الابحاث، دايما نقول في خط كده فاصل ما بين البحث العلمي وما بين التطبيق على ارض الواقع. فاللقاح الوحيد اللي حصل اوريدي على ايو طبعا هو فايزر. بالنسبه لساينوفاك بدا يقدم اوراقه لابحاث للفئه العمريه الاكبر اللي هي من 12 ل 18 في كذا جهه الحقيقه، ويمكن بالفعل تم يعني بعض الدول بدات تفعل ده. في مصر الحقيقه ده بيدرس، لكن تاني احنا من الاول بنستخدم لو جاز التعبير ريسك بيزد ابروتش او حسب الخطوره. فزي ما بقول لحضرتك احنا عندنا متوسط يعني او حاسبين تقريبا 20 مليون فئات عرضه اكثر للخطوره. فرق اللي ده طبعا في تفكير في الفئات العمريه الاصغر اللي احنا مضطرين نطعمهم علشان مدارس، علشان ثانويه عامه. فكل ده بالتدريج الحقيقه يمكن مع الوقت هيتم. لو بنتكلم على امان وفعاليه، ايوه الفئات الاصغر بدا يبقى فيه بيانات طبعا، بنتكلم مش بس نظريا، بنتكلم عمليا في الابحاث. لكن تباعا يعني بنتكلم في خلال الشهرين 3 الجايين بندرس ازاي نقدر ندخل ده، بحيث ان احنا نبقى برضو
ما حرمناش فئات طبعا. اخرى. لان ابتدينا نسمع ان في بعض المدارس، في مدارس ابتدت تدخل، مدارس اجنبيه، ابتدينا نسمع ان في كورونا وان المدرسه دي قفلت او الفصل ده قفل، واحنا لسه ما دخلناش العدد الاكبر من المدارس. فهنا السؤال، ولو طعمناهم هنطعمهم فايزر ولا ساينوفاك؟ الحقيقه اللقاحين في بيانات عن الامان والفعاليه ليهم في المرحله العمريه الاصغر، والبيانات في المجالين الحقيقه مطمئنه. خليني اقول لحضرتك نظريا، حتى منذ البدايه بنتكلم دايما على ان تقنيه اللقاح الان اكتيفيتد او الغير نشط من التقنيات الكلاسيك جدا اللي احنا عهدنا بيها ان هي امان. نعم. حتى على فكره للحوامل كنا بنقول من زمان، من قبل حتى كوفيد 19 فاكسين، الامن دايما في الحوامل التطعيمات اللي هي ان اكتيفيتد بتبقى امن من اي نوع ثاني من اللقاحات. فده كل ده نظريا. انا عايزه برضو اقول انه لازم ده بنربطه بالطبيعه على ارض الواقع. فالحقيقه يمكن نوعين اللقاح دول الى الان البيانات اللي فيهم مطمئنه للسن الاصغر، بس تاني اقول بالتدريج، يعني بالتدريج. ممكن ننزل ل 16 15 الاكبر وبعدين فالاصغر. مظبوط. بشكرك شكرا جزيلا دكتوره نهى عاصم، مستشار وزيره الصحه لشؤون الابحاث. اذا بنضم صوتنا صوت دكتور خالد مجاهد ووزاره الصحه والسيده الوزيره لكل طلبه الجامعات. لو كنت مكسل تروح الجامعه ويعني عمال تقول لا هستنى لما الجامعه تفتح، احنا بنقول لك اهو انه ما فيش دخول جامعه الا لما تطعم، وبالتالي كل عندك مراكز الشباب تقدر تروح فورا وتسجل فورا وتطعم. عندك 1100 مركز اخرين في الابلكيشن بتاعه التطعيم، طلبه الجامعه تقدر تدخل وتسجل، وهيجي لك على طول خلال 24 ساعه المكان الاقرب منك. ارجوكم اطعموا لكل طلبه الجامعات، اطعموا قبل موعد الجامعه علشان ما نبقاش في وقت صعب وفي قرارات حاسمه ستؤخذ حول دخول الجامعات.